اولا كنشكرك سي سعيد بن حميده اللي تحسي لنا الفرصه اننا نجيو معك هذا الحوار الصحفي اللي كيهم شان العام المحلي بمدينه فاس. هذا واجب، ونشكركم كذلك على المتابعه ديالكم والحرص ديالكم وعلى تتبع يعني تدبير الشان المحلي على مستوى مدينه فاس بمختلف مقاطعاتها، وخاصه بالنسبه للمقاطعات السيف التي اتشرف برئاسه مجلسها. شكرا سيدي. اولا السؤال اللي كيطرحه بزاف ديال الساكنه، ما الذي تم تحقيقه من الوعود الانتخابيه؟ هذا سؤال محوري اللي كيطرحوه الساكنه كاملين، شنو اللي تحقق من الوعود اللي فات عطيتوها كحزب؟ شنو حققتوا من هذه الوعود هذه؟ طيب، الوعود هي الوعود، كان هناك برنامج انتخابي ولم تكن هناك وعود، كان برنامج انتخابي واقعي. نعم. اولا انطلق من تشخيص موضوعي وعلمي لواقع المدينة والإكراهات ديالها، التراكمات اللي كانت فيها، ومنها يعني لا في الجانب الاقتصادي ولا في الجانب الاجتماعي وفي الجانب البنية التحتية، سواء منها البنية التحتية الرياضية دور الشباب مراكز ثقافية، ولا كذلك البنية التحتية الطرقية والمساحات والفضاءات الخضراء. كانت هناك مدينة فاس كان عندنا تشخيص يعني شامل لوضعها بمختلف المقاطعات والاسواق. اذا فانطلقنا من هذا الواقع، وانطلاقا من الاختصاصات الموكوله للجماعات وكذلك للمقاطعات في اطار بالنسبه لمدينه فاس في اطار وحده المدينه، فتم وضع واحد، مجرد ما تسلمنا المسؤوليه والمهام فتوضع واحد البرنامج واحد خطه عمل من اجل تنزيل ذلك. أول الأمور التي وعدنا بها المواطنين في البرنامج الانتخابي ديالنا، وهو إعادة الإشاعة الاقتصادي لمدينة فاس وجلب الاستثمارات لها. ومن أول يوم، أول دورة ديال دورة المدن الصديقة والمتوأمة مع مدينة فاس، حرصنا باش يكون عندها الطابع الاقتصادي والاستثماري، لأن العلاقات كتجمعنا مع مختلف الشركاء خاصة خارج الوطن ومع مختلف الشركاء داخل مدينة فاس، وخاصة المهتمين بالشأن الاقتصادي، أن المجلس يكون كرافعة وكرافعة لربط هذه العلاقات من أجل التنمية الاقتصادية ديال المدينة، ولا زال الاشتغال قائم على هذا، وهادشي فيه الثمار ديالو إن شاء الله تعالى. المنتدى الأول كان حول الاقتصاد، والمنتدى الثاني كان بشراكة مع الغرفة ومع تجربة، واللي كان هو هذاك المنتدى الاقتصادي الآن الذي أصبح مؤسسة، والآن السنة كانت الدورة ديالو الثالثة، وسنة على سنة يتطور. يتطور رجل الفعل، تكون هذه كرافعه لجلب الاستثمار وتسهيل الوضع الاقتصادي داخل مدينه فاس على مستوى الجهه ككل، ولكن بالخصوص على مستوى مدينه فاس، بالاضافه الى مجموعه من المرافق اللي كانت مغلقه، وكان اشتغال مع مختلف الشركاء بانها يعني ترجع لسالف النشاط ديالها وربما بوتيره احسن واكبر. بالاضافه الى ذلك انه كل المساطر سواء الإدارية أو القانونية اللي هي موكلة الجماعة أو المقاطعات، فتم تبسيطها من أجل تسهيل المأمورية على المستثمرين، وهذا بشهادتهم، ولا زال العمل مستمر. أما هناك الآن فنحن كل الأمور جاهزة من أجل التوقيع المصادقة على الوثائق إلكترونيا، يعني سواء كان مواطن عادي أو مستثمر لا ينتقل الى الاداره، تتسجل غير في البدايه، ثم بعد ذلك من البيت ديالو او من اي مكان يمكن ليه صدق على الوثائق ديالو، تكون فقط الاجراءات ديالها التنظيميه وخاصه الترتيبات التنظيميه ديالها مع وزاره الداخليه في اللحظات ديالها الاخيره. اذا فمجموعه من الاعمال تدارت من اجل النهوض بهذا الجانب ديال الجانب الاقتصادي وتحسين مناخ الاعمال والاستثمار داخل مدينه فاس يعني مع مختلف الشركاء. يعني هذا احنا وخدامين عليه، ولكن اننا انطلقنا من واقع معين، واقع ديال فقدان الثقه ديال مجموعه من الفاعلين، فهذاك ارجاع الثقه اشتغلنا عليه والحمد لله يتحسن، يعني سنه يعني شهر بعد شهر وسنه بعد سنه. اكبر دليل على ذلك مع مختلف الشركاء مع الجهه مع الجماعه، هذاك المساله ديال تنميه السياحه وخاصه
الربط الداخلي ديال مدينه فاس مع مدينه مراكش، والان كاين اشتغال على ربطها كذلك مع مدينه اكادير، وكذلك الربط ديال مدينه فاس مع مجموعه من المطارات الدوليه، فهذا كان عنده اثر ايجابي على السياحه، فالنمو ديال السياحه على مستوى الجكن 32% على مستوى فاس يقارب ال 50% خلال 2017-2018، فهذا لم يأتي من فراغ بل جاء من عمل. أكثر من ذلك الذي أقوله لكل المواطنين وتقول للإنسان هذا سواء كان يعني مواطن أو كان يعني فاعل يعني جبعوي أو كان يعني مستثمر، أقول هل هناك خدمة داخل مدينة فاس؟ هل هناك خدمة أو مصلحة توقفت؟ لم تتوقف أي خدمة أو إصلاح، بل مجموعة منها تحسنت، هناك خدمات ومصالح لا زلنا نشتغل على تحسينها. تمس خدمة النظافة لم ترقى بعد إلى المستوى الذي يطرح إليه، نحن قبل أن نكون منتخبين فنحن مواطنين نسير في شوارع وأزقة وطرق وأحياء هذه المدينة بمختلف أحيائها، ونسير في أسواقها وفي مرافقها ونتابع الوضع عن كثب كما كنا في السابق لا زلنا إلى الآن. يعني سيدي فهناك هذه الخدمات التي نحن نشتغل على تحسينها رغم أننا مرضى، ولكنها تحسنت قدر ما ولكن لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب. كذلك بالنسبة للخدمات ديال النقل الحضري، باقي الخدمات كلها على مستوى الملحقات الإدارية والمقرات المقاطعة في الجماعة، لا فيما يخص الجنايات، لا فيما يخص التعمير، لا فيما يخص الشرطة الإدارية، حيث يحصل مختلف يعني الذين يشتغلون في النشاط التجاري أو الاقتصادي على رخصهم بطريقة يعني سريعة جدا. فكانت سريعة هذه العمليات ديال مرتبطة بالرواج التجاري والاقتصادي بالمدينة. إذن فكان هناك اشتغال على هذا الجانب. المسألة الثانية وهي الجانب الثقافي، الجانب الثقافي اشتغلنا عليه، أي أن مجموعة من المهرجانات التي كانت تعرفها مدينة فاس، يعني كان هناك اشتغال على تحسينها، بالإضافة إلى أنه كان هناك تنشيط على مختلف المقاطعات، لأن بحق المواطن أنه يكون عنده هذا الجانب التنشيط الثقافي الراقي الذي يعني يليق بساكنة مدينة فاس. الجانب الرياضي، الجانب الرياضي فيه إكراهات كبيرة، أنه أنا نتكلم غير المقاطعة السايس، نسبة ضئيلة من التجهيزات التي كان يجب أن تنجز في التهيئة ديال 1998 إلى 2008 لم ينجز منها إلا 5%. يعني الآن إلى حد الآن نحن عندنا ملعب واحد ديال العصبة في تراب المقاطعة وهو غير معشوشب، ونشتغل الآن مع باقي الفرقاء، قمنا بالإصلاحات في إطار الإمكانات المتوفرة لنا والصلاحيات التي يعني مخول لنا كمقاطعة ببعض الإصلاحات الداخلية، ولكن يعني أن يكون في العشب الاصطناعي، فهذا اشتغال كذلك مع باقي الفرقاء بأن يكون هي المقاطعة الوحيدة اللي فيهاش ملعب يعني سواء ديال القرب أو ديال العصبة اللي هو المعايا ديال العصبة وفيه عشب وفيه مرافق يعني مناسبة، هذا كذلك نشتغل عليه، هذا إرث وجدناه، ولكن نشتغل بأن نحسن ونرقى بالوضع ديال الرياضة في المدينة. الجانب البيئي، الجانب البيئي اشتغلنا عليه كذلك فيما يخص الفضاءات والمساحات الخضراء، وهذا لا يمكنه إلا جاحد ما رغم الصعوبات التي نجدها. أول فيما يخص القاوة، هذا عمل قمنا به بتشارك مع الجمعيات ومع الوداديات فيما يتعلق بالسقي ديال الفضاءات الخضراء، تشجير الأشجار، وكذلك يعني غرس واحد مجموعة ديال الأشجار والشجيرات، كذلك الأزهار الموسمية، فمجموعة من الأشغال، ولا زال العمل، أنا أقول الآن هذا الورش لا زال في بدايته، وهناك عمل طموح من أن ننهض بالشأن البيئي على مستوى المدينة ككل، وهنا العمل الجداريات الذي قمنا به كان عنده الطابع البيئي على مستوى سايس، وسيعمم إن شاء الله على مستوى باقي المقاطعات ديال مدينة فاس، بالإضافة لأنه من كل الملحقات الإدارية والمرافق الإدارية من أجل تسهيل الخدمات، لا بالنسبة لظروف اشتغال الموظفين ولا استقبال المواطنين، فكان فيها جهد كبير والحمد لله تحسنت بواحد النسبة ليجد مهمة، ولا زال الاشتغال والعمل ساريا من أجل أن تكون في مستوى أحسن مما كانت عليه سابقا ومما هي عليه الآن.
إذا فأنا أقول لك هذه كلها أمور تم تضمينها في البرنامج يعني الانتخاب لنا، واللي من خلاله توضع برنامج أولا ديال العمل ديال المقاطعات من أشهر منذ الأشهر الأولى. أنت تسمعني في أي يوم؟ نعم سيدي كنسمعك. منذ الأشهر الأولى كان هناك اشتغال على مستوى المقاطعات وعلى مستوى الجماعة. فعلى مستوى الجماعة منذ الشهور الأولى اتخذنا القرار في المكتب على أن برنامج عمل الجماعة سنوكله إلى مكتب دراسات ودارة صفقة ورصات على واحد يعني المكتب دراسات متميز وقام بالعمل دياله، لأن الآن رأوا برنامج العمل ديال الجماعة فصدقنا عليه في الدورة ديال أكتوبر الماضي تقريبا دابا راه حوالي سنة. هذاك برنامج العمل هو التعاقد الآن اللي كاين بين مجلس الجامعة فاس والمواطن، الأمور اللي غينجدها كما ينص على ذلك القانون 113/14. المقاطعات غير ملزمة باش دير برنامج عمل، ولكن مع ذلك منذ الشهور الأولى للانتداب كان واحد العمل بالنسبة للمقاطعة الست وهو عمل التشخيص. نعم. تشخيص الوضع أولا ديال الطرق وهذا الشيء تقولوا لي ديال الصالح ما عارفينه وعارفين الأسباب دياله، ولكن نشتغلوا من أجل إصلاح الوضع. نعم. مسألة ديال المساحات الخضراء نتكلم. نعم. هذه الأمور اللي تم الجر ديالها وضعية المساحات والفضاء الخضراء سواء منها الكبيرة أو الصغيرة أو التي نقترح أن تحدث نظرا لخصص الرأي الهائل المهول اللي كاين بالنسبة لمدينة فاس ككل، وكنتكلم كذلك على مقاطعة السيس. المسألة الثالثة التي اشتغلنا عليها وضعية الإنارة. أنت تقول الإنارة هي الأمن. أولا النقط السوداء كلها عالجنا باش مابقاش في مكان اللي فيه الضغط فيه. بالإضافة كانت تعزيز ديال مجموعة ديال المحاور بإنارة جيدة من نوع ليد، والآن العمل جاري الآن إلى تسول شارع الرحمة وكذلك شارع القراويين، فهناك أشغال من أجل تجهيز هذه الشارعين بالإنارة الجيدة من نوع ليد كما قمنا بها في السابق شارع السلام إلى مرتي عليه وشارع الإسماعيلية وكذلك في جوار يعني مصحة الرازي بملحقة ديال العينين، وكاين هناك اشتغال مبرمج عندنا إن شاء الله تعالى من أجل تجهيز شارع الوفاء لأكبر شارع بالتراب المقاطعة بنفس الإنارة إن شاء الله تعالى. إذا هذا ورش ديال الإنارة اشتغل عليه كذلك. المسألة الأخرى التي اشتغل عليها هي وضعية الملاعب والمرافق الرياضية. إما تنبنى بإمكانية ديالنا بصلاحية مخولنا أو تنطلبوا من الشركاء باش يدخلوا يعاونوا في هذا الأمر ديال المرافق والملاعب الرياضية. المسألة الأخرى التي اشتغلنا عليها هي الجانب ديال الملحقات أو البنيات الإدارية. البنيات الإدارية باش تكون يعني في مستوى لائق كما قلت لاستقبال المواطنين وكذلك لعمل الموظفين. الملف الآخر الذي اشتغلنا عليه هو النظافة، ولا زلنا نشتغل عليه بحال تعاون مع الشركة المفروض لها في هذا المجال. بناء على ذلك كل الصفقات التي تم يعني إبرامها في هذه السنة 2016 و17 و18 والآن وهي إلى 19 كلها وفق تنزيل هذا البرنامج للنهوض بأوضاع المقاطعة في هذه المجالات التي تم تشخيصها ورد الاختلالات الموجودة بها. غادي نرجع للمسألة ديال الطرق للآن الحديث حولها. فنحن نعرف وضعية الطرق. هناك ثلاث أسباب رئيسية أذكرها وربما راني كنت نشرتها في شي موقع أو في شي تواصل مع واحد إما على الواتساب الغالب على الواتساب. مثال ديال الأمور أساسية رئيسية. إما طبيعة الطريق تقادمت. نعطيك مثلا شارع بيروت. هذا شارع كبير في التراب المقاطع ولكن تم إثباته منذ زمان. نعم. الآن تقادم قمنا بالصيانة لما تمكن بإصلاحه ككل المواقف في الميزانية كل هذه المقاطعة من كل وما نكملوش. يعني ضعف الميزانية ما كاينش واحد البيتي اللي مفترض أنكم غادي تصلحوا هذا الشارع من الأول. نعم علما أن الميزانية الآن نخصص أكثر من 50% ميزانية للطرق. أنت قلت الطرق إما تكون بالزفت الممتاز أو معالجة الحفر أو التغليط للبافي، تنديروا هذاك البافي بالنسبة لبعض الأزقة وبعض الساحات، يعني هذه ثلاثة ديال المجالات كلها تخص الطرق يرصد لها أكثر من 50% ميزانية ديال المقاطعة. يعني السيد الرئيس ولا زال الجهد متواصل. نعم نعم. عارفين الإكراهات وعارفين المشاكل اللي كاينة. يعني السيد الرئيس اسمح لي غير نكمل الفكرة هذا الحفر كاين أولا طبيعة الطريق لأنه قديم بحال مثلا شارع الرحمن اللي دار غير بالبيكوش واحد مجموعة من الأجزاء منه ودار منذ مدة
وما عمرو عرف الاصلاح. اصلحنا الامور اللي فيها الوغوبيره، درنا فيها اصلاح ديال الحفار، اما اللي فيها هذاك البيكوش ما يمكنلكش دير فيه الوغوبي، وبالتالي هذيك الحفار خصك تتم تدخل فيها باصلاح الطريق ككل وهو مبرمج ان شاء الله تعالى. وانا اظن هناك اناس اول قبل هذا الشيء تنشر واحد الفيديو، تنشر واحد الفيديو ناس مشاو تيجيبوا هذاك المخلفات ديال البناء وتيغلطوا غيغلطوا في هذاك الحفار. نعم نعم نعم. وتيقولوا بان المجلس عاجز، بينما الصفقه كنديروها وتطلب على الاقل 3 شهور. يعني حنا علينا على الصفقه، ربما ما عرفوش بان الصفقه جايه ومشاو تيديروا هذا العام اتفاق الاطار. لا حنا ما يمكنش، انا وكان بودي انني في بحال القضيه كما يعني اضع يدي على الزر باش يشعل الضوء صلاح الحفره ما نكرهش، ولكن هناك اكراهات قانونيه وتقنيه تحول دون ذلك. ونحن نشتغل مع ذلك، نشتغل بانه الوتيره تكون افضل وباننا نصل الى مستوى من التقدير. وهذه الاكراهات عن الجماعات كلها. يعني يا سيدي الرئيس كتاكد بلي ما كاينش شي حفار في البنيه التحتيه اللي تم احداثها مؤخرا في الولايه ديالكم اللي بانت واللي كتطلب المحاسبه سواء ديال المقاوله ولا المشكل؟ ما كاينش. لا انا جاي لا علاش انا غادي نقول لك نجاوبك على السؤال. واخا واسمحني غير ندير واحد الاضافه عافاك. انا غنقول لك على حقاش لاحظنا ربما في المنطقه ديال زواغه كاينين واحد الحفر اللي في الطريق اللي رئيسيه واللي كتشكل واحد الخطر، وغدا ان شاء الله غادي تشوفوا المقال ديالها. يعني انه البالوعه ديال المياه الصرف الصحي اللي في وسط الطريق انها فيها واحد الحفره هذه اكثر من 3 سنين. انا غادي نقول يعني وكتشكل خطر اذا كان كاميو ولا سياره واللي طاحت فيها تما غادي تسبب واحد الحادث سير اللي مروع، وراها اكثر من 3 سنين وبالوعات وحدين اخرين حداها نيت راهم كل خطره كيزيدوا ديكرادو وكل خطره كتزيد الوضعيه ديالهم كتدور. يعني المقاطعه على صعيد الجماعه ديالكم المقاطعه ديالكم ما فيهاش هذا المشكل، هذا ما كاينش شي اهتراء اللي بان على البنيه التحتيه عقب المشاريع اللي دارت في الولايه ديالكم. طيب انا اجيبك على هذا السؤال ومن الاهميه اللي مكان الله يجزيك بخير. نعم نكمل هذاك. مرحبا البنيه ديال الطريق كاين اولا تجزئات اللي دارت في واحد الوقيته، وربما ديك البنيه الطرقيه اللي دارت فيها ما دارتش واحد الماي، وبمجرد ما سكنوا الناس يعني ما جاو يسكنوا الناس وتكمل البناء فيها فاصبحت وضعيتها يعني كارثيه. نعم. لما توقع في التسليم النهائي نحن نتدخل فيها. قبل التسليم النهائي ما يمكنش انه او تيكون التسليم الدفع غير تسليم مؤقت، ولكن لها تقادمت مرات عليها 20 عام يمكنش نخلوا المواطنين في ذاك الوضع، فتيكون تدخل من اجل رفع الحرج والضرر على المواطن. كاين المساله الثالثه، السبب الثالث وهو هناك متدخل الان، هذا درنا عمل استباقي مع مختلف المتدخلين اللي كيحفروا الطريق، سواء كانت شركه الاتصالات او الوكالات الى غير ذلك، من تيقوموا بحفر الطريق الان درنا معهم استباقي، ما يمكنهم يدخلوا الا اولا برخصه وبتنسيق مع المصالح ديال الجماعه والمقاطعه باش يبدا العمل يبدا ويتم وفق شروط حتى، لانه انا حضرت على واحد يعني الخندق دار وبقى لمده 3 سنوات قبل ما نجيو في هذه الولايه. نعم. وما صلحتو حتى هذه تقريبا واحد السنه او سنتين عاد تم الاصلاح ديالو. تصور يعني خندق لمده 3 سنوات هو محفوظ. نعم يشكل من اخطر على الساكنه وعلى الاطفال. لا مياه الامطار تتسرب. نعم. الى الطريق واخا تكون الطريق جيده من بعد تبدي يدعوا فيها الحفار لان تتهوى الارض. نعم. تسربات المياه الامطار وغيرها. شكون اللي كيتحمل المسؤوليه في هذه المساله سيدي المجلس السابق اللي سمح في هذا الماتش هكا ولا المجلس ديالكم؟ لا اولا الناس اللي تدخلوا شركاء اخرين دخلوا بطريقه وما تابعوش العمل ديالهم. نعم. وكذلك المجلس انه ما حاولش يتابع هذا الشيء وقف انه الان كاين استباق لا يتم التدخل الا بتنسيق بين هذوك المتدخلين سواء كانت شركه ديال الاتصالات او الوكاله باش ذاك العمل يكون الان راه بدات المعالجه ديال المجموعه ديال هذه الحفره. هناك هذا الحدث هذاك ما عرفش شكون دخلت لا الوكاله ولا الجماعه حتى لقينا الطريق طايبات ودار توشيوهات الناس فيه، ولكن مع ذلك انا طلبت من المصالح المقاطعه بانه هذاك الطريق رئيسي خصها تعالج ودار بالقواعد ديالها باش انه لانه حتى رفع يعني الضرر والحرج وكذلك الخطر على المرتفقين والمستعملين ديال الطريق.
وهذا بالفعل. وكاين مساله اخرى هي درت تكلو هاد الروغار تيتشقوا الروغار تيتشق، ولكن مجرد ما تيبلغ ما اي روغار يعني ذوك الاغطيه ديال البالوعات، مجرد الاغطيه ديال البالوعات مجرد ما تتبلغنا اي خلل وقع فيها مجرد ما تنتوصلوا به الا ونتصلوا بالمصالح ديال الوكاله المستقله لتوزيع الماء والكهرباء على رابيك تنبلغوا بالامر، وبالفعل كيقوموا بالتدخل اللازم. الان كاين هناك عامل وكاين تنسيق وكاين تعاون للتغلب على هذا الاشكال. اذا فهذه مجموعه من الاشكالات اللي طريقه الاشتغال عطات هذا الوضع. دابا هذا الوضع نجده امامنا، فنشتغل من اجل تجاوزه ومعالجته، ونحن نقدم بانه هذاك الشكوى ديال السكينه فنحن منها، نحن نمر بهذه الطرق وهذه الشوارع ونعاني من هذه سياراتنا ودراجتنا الى غير ذلك، نعاني منها كذلك كما يعاني منها الموطن. ولكن لو كان بالامكان ديالنا اننا نعالجها اليوم قبل غدا لقمنا بذلك، ولا العمل الحمد لله جاري ومستمر من اجل هذا الامر هذا. فالان عندنا الان هي الصفقه ديال اصلاح الطرق بالزفت الممتاز، ستنطلق غدا ان شاء الله تعالى الاشغال. نعم غدا ستنطلق ان شاء الله الاشغال الطرق بمقاطعه، وهناك صفقه ستجد ان شاء الله ديال مجموعه من الحفر بطريقه ممتازه كما قمنا بها في السابق. وهنا غادي نرجع انه العمل اللي درناه الان لمده سنتين من اجل معالجه الحفر على الاقل في المحاور الكبرى بحال اللي درنا في الشارع الحضاري وفي شارع بيروت، وكذلك شاف جزء مهم من شارع الرحمه ومجموعه من الازقه ومن الشوارع الكبرى بالنرجس وكذلك بعين عمير، هذيك المعالجه لم يقع فيها اي اشكال، وقع بجانبها اي في الاجزاء التي لم تعالج، نظرا لان البنيه الطرقيه يعني اما متقادمه او في اختلالات يترتب عليها ان هذه الحفر تظهر بين الحين والاخر. والا العمل دار فالدار بشكل يعني احترافي، لانه نحرص كل الحرص على انه المقاوله تاخذ الصفقه في اطار الشفافيه وفي اطار يعني في تحملات مضبوط، وتكون هناك متابعه، واذا ما وقع ننبه، واذا لم يستجب فاننا قد نصل في بعض الحالات الى الغاء الصفقه ونحمله المسؤوليه. نعم حسب مقتضيات دستور التحملات بطبيعه الحال. دستور التحملات هو في القيم الشعاريه المرسوم ديال الطبقات العموميه، وتنبلغوا ذاك الشيء الموقع الرسمي اللجنه المركزيه ديال الطبقات العموميه، وقد قمنا بذلك مع مقاول ما قامش ما وفاش بالالتزامات ديالو في اصلاح الملعب ديال العراق، وكذلك بمقاول ما وفاش بالالتزامات ديالو في صيانه المساحات والفضاءات الخضراء. مشينا للالغاء لا ريزيليسيون ديال لو مارشي. مشينا لهذا الشيء هذا. هادشي اولا من اجل تجويد العمل، وكذلك من اجل الحفاظ على المال العام. في نفس الاطار السي سعيد، المساله ديال الاعمده ديال الاناره اللي كانوا قالوا شي وحدين باللي راها مزوره، واللي كانت في العهد المجلس القديم، واللي دارت واحد الاخبار باللي السيد النائب ديال العمده انه ما قبلش يكمل مع الشركه اللي هي معروفه نفس. واش شنو كتقولوا عندكم تقولوا في هذا الموضوع هذا؟ اولا سيف ما عنديش فكره على هذا الامر هذا، ولكن سمعت كلام جريده ورقيه اللي كانت في جرس هذا الموقع كلام يانوش. على اي حال هذيك الصقاله الدار اولا الى درنا الدار في وقت ترى كانت مثلا الولايه السابقه ديال المجلس السابق، لا اذا كان بدا المجلس السابق فالمجلس الحالي من مسؤوليته انه يتابع انهاءها بالشروط اللي كاينه بطبيعه الحال. قال لك ويحرص وهذا الشيء قمنا به. قال لك اسيدي الشركه الاصليه اللي عندها الاعمده الكهربائيه لقات الاسم ديالها فهاد الاعمده الكهربائيه هنا في فاس وقلبتها ولقاتها مزوره، في تدور انها استراتيجيه وغير شركه اخرى جابت الاعمده وسقتها ودرت فيها الشركه ديال المنتوج اللي هو اصلي. إذا ثبت هذا، إذا نقول لك إذا ثبت هذا، فهناك مؤسسات وهيئات تابعة تتابع وتقوم باللازم، والمجلس نقول لك لا على مستوى الجماعة ولا على مستوى المقاطعات لا يتملص من مسؤوليته. بالفعل هذا نقول لا شي واحد لاحظ شي اختلال أو شي حاجة فليلجأ، بالعكس يساعدونا في العمل، يساعدنا باش نقوم بالعمل، لأن الهدف ديالنا والعمل ديالنا والهم ديالنا واحد. انا وهو جوج الامور، تحسين وتجويد هذه الاعمال وهذه الاشغال وهذه الخدمات المقدمه للمواطن
بقدر ما نحرص على ذلك نحرص كذلك على ترشيد الانفاق العمومي والانفاق ديال المال العام. بما انكما سي سعيد غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم غدا غادي تبداو في واحد الاصلاح ديال واحد طريق التصفيت بالزفت الممتاز، نعطيكم واحد الاشاره اولا كمواطن في واحد الطريق اللي كندوز منها يوميا، وثانيا كصحفي عندي مسؤوليه ديال السلطه الرابعه اللي خصني نوصل لا لكم ولا للقارئ. واحد لي ضوضان دارهم في واحد الطريق غدا ولا بعد غدا غنتكلموا عليهم ان شاء الله، داروا لي ضوضان واخا الطريق المهم كنظن في جهه زوار، لي ضوضان داروهم خلاو الممر اللي فين غيدوز المياه ديال الامطار بطبيعه الحال، ولكن اولا ذاك العامل اللي خدم تما ما عندوش مسؤوليه، علاش خلى الزفت ذاك الممر ديال مياه الامطار ديك الطريق بلا ما يكونوا لي ضوضان فوق الشتا كتكون فيها الجلسه الماء، فبدير انه الانسان اللي غادي فوق التريطوار الا دازت السياره وخا غير بشويه غادي ترشو بالماء ياك، وعاد درنا لي ضوضان وخلينا الزفت اللي كيشد ذاك الممر فين غيدوز الماء اللي مفترض انه الماء ديال الامطار يدوز. خصو يخلي الممر ديال الماء. لا الممر ديال الماء خلاوه ولكن خلاوه بلي ديشي. خلوا البقايا ديال الزفت فيه. لا هذه المقايضة باقي ما كانش، هذه ملاحظات انا اشكرك. هذه ملاحظات. ضرني خاطري كمواطن اولا. اتفق معك. هذه السقا يعني اقامه يعني المقاطعه من جهه مقاطعه زواغا. انا ساتصل بالاخ الرئيس وابلغه هذا الامر، واذا كانت عندك يعني العنوان مع الصوره ابلغه انذاك. طريق عين سمن انفصل طريق عين سمن انفصل النقل. لا غير سكت لي دابا، غير سكت لي الله يخليك العنوان دابا راك دارته مزيان. نعم. وعاده هذه امور واحده وتكون امور يعني اما في الجانب التقني او تدخل خصو يكون فمجرد ما تيصلنا غير العنوان مع صوره. نعم. ديال الوضع. انا غنصيفط لك الصوره. او الوضعيه كما هي فيتم تبليغها، اذا كان تدخل خصو ديروا المصالح بالمقاطعه تديروا. كتخدموا مثلا هذه الجماعه كان اولا ذاك العامل اللي خدم ديك الخدمه مسؤوليه ثابته ديالو، ذاك العامل كمواطن خصو يخدم الخدمه ديالو مزيان. وثانيا خص اللي يراقبو سواء من الكونترولور ديال الشركه ولا الشركه عاود خص اللي يراقبها من المسؤولين ديال المقاطعه. ماشي المسؤولين اللي دار الصفقه لان صاحب نعم اسيدي نعم لان هناك نائب الصفقه هو المقاول، ولكن صاحب الصفقه الذي يعني اعدها وتابع هذا العمل هذا بقى يتحل باش ان الصفقه تنجز وفق ما هو منصوص عليه في المواصفات الخاصه السي بي اس السي بي اس ديال هذا او التحملات لا فيما يخص الجوده ديالها، وكذلك بالنسبه للاجل ما فيما يخص هذه المساله ديال الان ديال 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 المخطوات ديال السرعه، فكاين هناك اشتغال على ان هذا كلها بنفس الجوده وبنفس المعايير، لا من ناحيه المعايير خاصه نتكلم على التقنيه وكذلك نعم. اختيار الاماكن ديالها اللي هي عموما اماكن اما تكون في محيط المؤسسات التعليميه او في محيط مؤسسات او اماكن يكثر فيها يعني المرور ديال الراجلين. نعم. اقامه سكنيه. تنظيم يعني السير والجوانب خاصه بالنسبه لتسير الامور بالنسبه للراجلين والاستفاده على السلامه ديالهم. وكذلك بالنسبه للسائقين انه تنتهي ان راه كاين قدامه واحد المخفض ديال السرعه كتكون التشير ديالو ولا سواء الافقي او العمودي تكون يعني تكون باين. هذه كلها الحمد لله كاين اشتغال عليها. واحد اخر وربما الان في المراحل الاخيره ديالو وهو تعمير اداره جيده على مستوى مدينه فاس. الان في المراحل على مستوى الجماعه في المراحل الاخيره كما كنت ربما تابعتم هذا الامر من بانه التدبير هذا الامر سيكون من طرف شركه ديال التنميه المحليه. نعم. اللي الجماعه هي شريك فيها بنسبه 51% مع شريك اخر هو مهني، وهذا من اجل انه الاشكالات ديال الاناره ان على مستوى الجماعه ديال فاس كلها تكون في مستوى جيد، لانك عارفوا بان الاناره هي السلامه هي الامن ديال المواطن. كلمة أخيرة سي بن حميدة. مرحبا. شي كلمة أخيرة. أنا الكلمة الأخيرة التي أقولها. ولا شي رسالة اللي تبغي توجهها سواء للمنتخبين ولا المواطنين ديال فاس. للجميع لأن نعم. لأن الدستور في الفصل الأول ديالو تتكلم على النظام ديال الحكم في المغرب. مجموعة من الأركان ومنها تتكلم على الديمقراطية المواطنة والتشاركية.
الديمقراطيه ديالنا هي مواطنه وتشاركيه. نعم. نعم. يعني خصو يكون تشارك، وعلى التشارك يعني هناك عمل مشترك بين الجميع، هناك المنتخب وهناك المواطن وهناك المجتمع المدني وهناك الجمعيات وهناك مؤسسات وهيئات اخرى والكل، ولكن هذا التعاون كيف يكون؟ الفصل الاول من الدستور كذلك حدده وليس لك بقنا غير هذاك الفصل الاول ديال الدستور ونزلنا بهذه المعاني فسنكون في غنى على كثير من الاشكالات. تتكلم على المبادئ التي يقوم عليها هذا العمل، هذا النظام ديال الديمقراطيه التشاركيه للمواطن التشاركيه في اطار ماذا؟ في اطار فصل السلطات، ان السلطه كل سلطه لا ينفصل عن الاخرى، يعني السلطه المنتخبه، سلطه محليه، سلطه امنيه، سلطه قضائيه، سلطه كذلك ديال الصحافه، سلطه المجتمع المدني، فهناك مجموعه ديال السلطات، السلطه كذلك ديال السلطه العليا في البلاد، يعني امير المؤمنين صاحب حفظه الله، يعني الدستور فصل هذه السلطه ولكن تكلم عليها انه فصل كل سلطه منفصله عن الاخرى، ولكن ماشي اللي كيشتغل كل واحد في يعني في مجاله منفصل عن الاخر. تكلم تقول وتوازنها. نعم. بمعنى عن التوازن ان ماشي واحد يطغى على الاخر وماشي واحد يدفع الاخر وواحد في التدافع والصراع، لا كما اطار تشاركي من اجل واحد المصلحه العليا. وتوازنها وتعاونها، فصل السلطات توازن والتعاون، إلا درنا هذا الشيء ماذا يقع؟ تكون هناك الالتقائية، الجهود ديالنا تتلاقى وتتحصل وتكون اندماج وتنحقق أحسن النتائج بأقل تكلفة، لا من ناحية الجهد ولا من ناحية الاهتمام ولا من ناحية الوقت. فالمواطن المجلس مثلا المنتخب من المهام ديالو أنه يحرص على النظافة، ولكن المواطن كذلك من المهام من المسؤولية ديالو ما يمكنش أزمانا أو قدر في المكان، وحنا في الدين ديالنا إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إذا كان الإماطة عن الأذى عن الطريق أنك إذا لقيتي شي أذى طيب الناس في الطريق هزيتي ودرتيه جانبا فعندك صدقة، كذلك راه الإنسان اللي تيرمي داكشي في الطريق ديال الناس راه مشكل. وقف على ذلك، قف على ذلك مجموعة غير على سبيل المثال، وإلا فيمكن يكون هناك الجانب ديال التعاون ديال جميع المكونات، مثلا هاي الجماعة مثلا دارت إناث ولكن المواطن يحافظ عليها، دارت فضاء أخضر ما يمشيش يقطع منه دوك الأغراض أو يدير مثلا واحد يديلك الكازون أو هذا ولا العشب الأخضر وهذا الإنسان يقوم بالإتلاف ديالو، أو تمشي مثلا هذوك البالوعات راه يحيي بها مثلا أو تيقبط لك بعض المرات هذوك البالوعات تيتخلقوا لأن تيترمى فيهم شي حوايج اللي ما خصهمش يترموا فيهم إلى غير ذلك. فلما تقولوا لأن هذا الشيء ديالنا كاملين وقت لما تقع مشكل كلنا نتضرر، او تيجي بعض المرات راه مواطن، هذا راه مواطن تيجي وخصو غير يدوز داك الشيء قادو الزبله ولا شي حاجه وتجي تيحفر الطريق ويخليها ويمشي. من المفروض انه اللي غتكون المراقبه المتبعه هو يحاسب على ذلك، هناك جزاءات وهناك عقوبات تترتب على ذلك، ولكن الا ما انتبه حتى شي حد مشى ديك الحفره وبقات ودات واحد عوض تكون غير واحد الاصلاح بسيط يولي الطريق كلها يعني يصيبها يعني انها تتلف. وبالتالي فهذه مسألة ديال الروح وهذه هي في المواطنة الحقيقية اللي الحمد لله المغاربة تعطوا فيها نماذج، تعطوا فيها نماذج، تعطوا فيها ظروف وأمثلة. هذا الشيء باقي خصو يزيد يتقوى عندنا وباغي يكون على الخير إن شاء الله، والأمان إن شاء الله الحمد لله، والثقة كبيرة الحمد لله في الذكاء وفي الانخراط وفي الـ وكذلك يعني في التواجد ديال المواطن جنبا الى جنب مع المنتخب ومع مختلف المتدخلين باش بالفعل المدن ديالنا والاحياء ديالنا تكون في المستوى الذي نطمح اليه جميعا. والله الموفق. كنشكرك سي سعيد بن حميده، كنذكر بلي سي سعيد بن حميده هو الرئيس ديال مقاطعات سايس بفاس.